صباح النور من جديد مشاهدينا. فاز كتاب الأطفال الصادر حديثا عن دار جامعة حمد بن خليفة للنشر سبرينغ بلوم بإحدى أبرز جوائز الكتاب العالمي لهذا العام عن فئة الأعمال التعليمية للأطفال. سنتعرف على الدار والكتاب مع المدير التنفيذي لدار جامعة حمد بن خليفة للنشر بشار شبارو الذي يطل معنا أو علينا من الدوحة. صباح النور لك سيد بشار. صباح الورد، الله يحفظكم يا رب. اشتقنا لبيروت. وبيروت اشتاقت لكل أهلها في الخارج في الحقيقة. بدنا تخبرنا عن الجائزة، ما أهميتها، ما أهمية هكذا جائزة يعني تعتبر عالمية. صحيح، هي جائزة عالمية من سلسلة جوائز حقيقة حصلت عليها دار جامعة محمد بن خليفة. هذه الجائزة تمتاز أنها موجهة للكتب التعليمية للناشئة والأطفال. مجموعة جوائز هن بالمناسبة تقدم حدود 9000 كتاب لهذه الجوائز. الجوائز هي منوعة لكتب الأطفال في الرسوم، في التعليم، في كتب الرياضة، في كتب الطبخ، في الصحة. بالتالي نحن حصلنا على 4 جوائز من هذه السلسلة كدار جامعة حمد بن خليفة. والعام اللي فات أيضا حصلنا على عدة جوائز من نفس هذه الجائزة. كما حقيقة بحب أذكر تاريخ دار جامعة حمد مليء بالجوائز. يعني نشرنا للأديب العالمي أشيغورو اللي هو إنجليزي من أصل ياباني اللي حاز على جائزة نوبل للأداب أيضا. نشرنا له كل أعماله وأحدى رواياته فائزة بجائزة البوكرمان. حصلنا على جائزة الشيخ حمد للترجمة. حصلنا على جائزة قطارة للرواية مع المبدع إبراهيم نصر الله عن رواية كليمانجو. يعني حقيقة الحمد لله في دائما في جوائز عم تقدر تحصل نعم. عليها الدار بجهد متواصل من فريق العمل وإلى ما هنالك. طيب يعني نعم. إذا ما تحدثنا عن الكتاب الذي نال جائزة اليعسوب البنفسجي للعام 2020، أخبرني عنها وأخبرني عن الكتاب نعم. عفوا، وما الذي يميزه، وهل كنتم تتوقعون فوز هذا الكتاب بالتحديد؟ حقيقة يعني الواحد دائما بيتفائل بالخير، يتوقع جوائز، لكن هذا الكتاب امتاز بالتنسيق الرائع ما بين الكاتب والرسام. يعني كان في إبداع من جهتين بالعمل الكتابي وبالرسم، وتعاونوا لفترة طويلة لقدروا مع نقاشات وتعديلات لقدروا وصلوا لهذا النموذج بشكله النهائي. وحقيقة أخذ تقدير كبير بالجائزة، وأيضا لنوعية الطباعة. هو عمل متكامل، يعني الجائزة شملت كل أطراف المشاركة بنوعية الطباعة، بنوعية النص، بنوعية الرسومات. والجائزة دائما بتطلب عمل جديد، وبتطلب عمل يعني يهتم ويكون العمل مشغول من قبل فئات شابة أو فئات بادية بعملها. يعني هي ضمن اهتمامات الجائزة أو يكون في هيك نوعية من العمل. نعم، ولكن يعني هذه الجائزة أتت من هي يعني هذه الجائزة كانت مرشحة، عفوا هذا الكتاب كان مرشح من بين 4 كتب أخرى. صحيح. وأيضا يعني ما يميز هذه الكتب وربما لا. هذا بحسب تصريحك يعني الذي تحدثت به أنه يركز على تاريخ المنطقة، ما المقصود بذلك؟ هول 4 كتب فازوا. نعم. عرفتي يعني مش هو فاز من الأربعة، هم 4 كتب فازوا بعدة مواضيع. هلا هو رح انا اشرح لك عدة نقاط. بتاريخ المنطقة، في تاريخ كرة القدم، احد الكتب ايضا لمؤلف ألماني مقيم، ولدان في قطر ومقيم في قطر حتى الآن، عمل كتاب عن تاريخ
تاريخ كرة القدم في قطر. نعم. وكل هالكتب صدروا باللغة الإنجليزية، لكن نحن الآن بما أنهم فازوا ونالوا حضور مهم، بالتالي نحن نقوم بترجمتهم للغة العربية. وفي نقطة مهمة بحب أشير إلها كمان، أنه كتب الناشئة الكتابين أيضا وقعنا عقود للترجمة للغة التركية. نعم. يعني لأنه الجائزة لها قيمة، فور ما عرفوا فيها ناشرين أتراك طلبوا أخذ حقوقها حتى يصدر الكتاب أيضا باللغة التركية. نعم جميل. يعني مثل ما تحدثت، هذه الإصدارات هي عديدة لكتب تتعلق بالرياضة، بالتعليم، لكتاب ناشئين. ولكن أخبرني، كيف تشجعون ثقافة القراءة والكتابة بين صفوف الشباب، وكيف يتبلور هذا المسعى؟ يعني قبل جائحة الكورونا كانوا زميلاتنا وزملائنا يتوجهوا للمدارس ويقدموا شروح عن الكتب وتعريف عنها، ويعملوا مقابلات مع الأطفال ويعني يستفيدوا من النقاش معهم حتى يطوروا عملية إنتاج كتب جديدة. هلأ عم نقوم تحضير أفلام على اليوتيوب بسبب المسافات الآن مع الطلاب وإلى ما هنالك. إن شاء الله حنقدم لهم نفس الأفكار وحيكون نفس التواصل، لكن بشكل رقمي وهيك. نعم. بالإضافة مثل ما بتعرفي، كل الوطن العربي مرق بأزمة بسبب الجائحة. يعني مكتبات أغلقت أو سكرت لفترة طويلة، دور نشر وقفت عن العمل، وتوجهنا نحن أكثر نحو المواقع. يعني صرنا نحاول نبيع الكتب عبر مواقع عبر مواقع النت حتى توصل الكتب مباشرة إلى القارئ أو إلى البيت. استخدمنا عدة أساليب: الكتاب الورقي، الكتاب السمعي، والكتاب الرقمي. نعم. يعني كتبنا نزلناها ديجيتال على مواقع خاصة في الدول العربية وفي الخارج. نعم. ولكن يعني كمان هون في قطر استخدمنا نعم. بس حابب أقول نقطة أخيرة. نعم. هون في قطر استخدمنا أيضا خدمة التوصيل، يعني مثل الدليفري للأكل استخدمنا إيصال الكتب أيضا الورقية مباشرة إلى البيت، يعني عبر عدة شركات. نعم. شركات توصيل. تفضلي. نعم. لا، كان لدي سؤال بخصوص أنه تحدثت لي عن أنواع كتب مختلفة، يعني قدمتوها للناس، الكتاب الورقي والذي نعرفه جميعا، وبالإضافة إلى الكتاب السمعي والكتاب البصري على منصات التواصل الاجتماعي أو على المنصات الإلكترونية. كنت حابة أسأل عن تفاعل الناس مع هذه الأنواع الجديدة عليهم من الكتب، خاصة في وطننا العربي، وأنت تعرف أن هناك يعني مشاكل بالإنترنت ومشاكل أخرى. كيف كان إقبال الناس على هذه الأنواع من الكتب في ظل أيضا انتشار جائحة كورونا؟ أعطيك معلومات جدا دقيقة. وعلى مستوى الوطن العربي، أنا بنفس الوقت أمين عام اتحاد ناشئين العرب، عندي اطلاع إلى حد ما على حركة النشر بالمنطقة كلها. ارتفعت حركة مبيعات الكتب الرقمية، هي عبر إحصاء عملناه، يعني ارتفعت إلى ما بين 30-60% حسب كل دولة وكل حركة ناشر ووضعه، رغم ضعف النت وكل المشاكل اللي حضرتك فضلتي فيها في بعض الأقطار العربية. لكن ارتفعت مبيع هذه الكتب عبر الوسائط ما بين 30-60%، لكن بعد بازدياد. ما زال هذا الرقم ضعيف أمام مبيع الكتاب الورقي، ما زال رقم ضعيف نسبيا، لكن هذا الرقم ما زال يتصاعد. يعني كل شهر الرقم يرتفع يرتفع يرتفع. انت عارفه يعني في فرق العاده وفرق طبيعه التعامل مع الكتاب. الكتاب له لذه بمسكه ورقيا، لكن الظروف واضح يعني متجهه لظروف صعبه، موضوع الكورونا ما زال يتجدد، وبالتالي اتوقع اكثر واكثر حيصير في اهتمام بالكتاب الرقمي والكتاب السمعي مستقبلا وبالمستقبل القريب. يعني
يعني شجعتنا سيد بشار على أنه نقتني المزيد من الكتب الرقمية صراحة. المدير التنفيذي لدار جامعة حمد بن خليفة للنشر بشار شبارو، شكرا جزيلا لك، حدثنا مباشرة من الدوحة. شكرا لكم مشاهدينا، إلى مطبخ صباح النور مع